طب خلينا نرجع للمنتخب وكابتن إيهاب جلال. مباراة كوريا ممكن تبقى حاسمة بالنسبة لي يعني استمراره، ولا هو كده كده الموضوع انتهى وكابتن إيهاب جلال هيرحل عن منتخب انت مصر؟ قلتي كلمه في اول الحلقه انا هاخدها منك واقولها وراكي، قلت ان اتحاد كره القدم بيفكر في اقالته بعد الماتش. لا انا عايز اقول لك ان قرار الاقاله متاخد خلاص، وجاري البحث عن مدرب بالفعل اجنبي دلوقتي علشان يجي بعد. اصل لو عمل قبل ماتش كوريا هيروح ازاي يعني؟ يعني هنودي مين بقى، الجهاز المعاون؟ لا، ايهاب جلال تقريبا، وده زي ما قلت لك ما هو صح انه يمشي دلوقتي، بس كان غلط انه يجي دلوقتي. يعني هو جه برضه في ظروف غير طبيعيه بالظبط، جه في مشاكل كتير عايشاها المسابقات المحليه، خد مجموعه من اللاعبين المنهكين اللي بيقعوا منه اهو. انت عندك الفرقه بالكامل سقطت بالكامل باستثناء لعيب ولا بتاع، يعني تشكيل منتخب مصر الاساسي اصيب. طيب فكرت حضرتك الفرقه واللعيبه دي اصيبت ليه؟ لكن انت اللي فكرت فيه انك تضحي بإيهاب جلال علشان تقعد على الكرسي، فاهمني؟ وهنقابل نفس المشكله برضو، انت بتختار مدرب منتخب اولمبي، خليك دقيق. وانا هقولها ورزقي على الله، المنتخبات لا يجب يديرها مدربين مصريين تحت اي مسمى. حد هيزعل مني دلوقتي هو حر، حد هيقول ان انا مخطئ هو حر، قد اخطئ وقد اصيب، لكن حتى على مستوى الاهلي والزمالك احنا بنستعين بمدربين اجانب ولا مصريين؟ اجانب بس. حضرتك يبقى ما تقوليش ان يمسك منتخب مصر مدرب مصري، لا. الانديه الكبيره مش عايز اقول مش معترفه بقدرات المدرب المصري، ما بتعتمدش على المدرب المصري. اذا منتخب مصر من باب اولى ان كل مدرب عالمي موجود يقدر يتولى المهمه.